مداخلة مع أرملة الشهيد الرائد طارق جميل مدام سولينا سامي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني كلمينا على الشهيد. الشهيد كان إنسان عظيم، كان حد جميل جدا، كان ما فيش حد في رجولته ولا شهامته يعني، كان بيحب. أنا معاك. في وقت ما هو كان بيبقى قاعد في البيت كان بيتابع الشغل ماشي ازاي والعساكر وكده، كان بيحب شغله على قد يعني. الحمد لله. ايه الكلمة الدايمة اللي كان دايما مصر عليها، او ايه الشيء اللي كان دايما مصر عليه؟ كان دايما بيقول لك ايه؟ هو كان دايما بيبقى عايز، كان عايز اول ما جه ابنه سيف كان نفسه يعمل له اي حاجه يفتخر بيها، كان دايما يقول لي انا عايز يطلع فخور بيا دايما. وكان وسط اصحابه، انا يعني يمكن ما كنتش اعرف كتير عنه، ما كانش بيحكي لي عشان ما يخوفنيش عن نظام شغله وكده، انا عرفته بعد ما استشهد. كان دايما مع اصحابه بيقول لهم لا انا نفسي استشهد يعني، وانا انا اطول عنها طب بس هو حقق اللي نفسه فيه. قولي لي، بعد الاستشهاد ماذا قدمت الدولة؟ لا الدولة ما تأخرتش معانا في أي حاجة من يوم الاستشهاد يعني، من بداية جنازته واتعملت له جنازة عسكرية مهيبة، وهم من يوم الاستشهاد ومتابعيني، ودايما لو محتاجة حاجة يعني هما اللي بيسروا اي حاجه محتاجاها انا لازم اطلبها منهم، هما ما تاخروش في حاجه يعني. سيف بقى عنده كم سنة دلوقتي؟ سيف عنده 7 شهور، 7 شهور، يعني ست شهور. ست شهور لا، 6 شهور. ربنا يقويكي وإن شاء الله تكملي الطريق، وإن شاء الله سيف يفضل دايما رافع راسه باسم والده بإذن الله. أنا أكيد يعني أكيد. ربنا يطبطب على قلوبكم كمان وعلى كل قلوب أسر الشهداء. بشكرك شكرا جزيلا، وكل ما قدمه الشهيد هيظل باقي أمن وأمان لهذا الوطن. بشكرك شكرا جزيلا.